كويسين؟ انا مش كويس، انا مستاء جدا. ليه؟ عشان قلقان عليكم، قلقان علينا كمصريين، عشان من جوه بقينا مش تمام، نفسية بقت مش سالكه خالص، محتاجين نسلكها. اشرح لكم قصدي. بصوا على اغاني زمان عبد الحليم كان بيقول ايه: يا صحابي يا اهلي يا جيراني، انا عايز اخدكم في احضاني. فرج الحاله اللي هو فيها، راجل ما اكسس، وهي دي كانت الروح اللي ما بيننا، احضان وحب وجي كبير من الود والالفه. بصوا عليها دلوقتي، بقينا بنغني بايه؟ ابتدينا بابعدوا عني الولد ده، هيجنني الولد ده، واحد مش طايق نفسه بيغني. بعدين رحنا في انا عايز اعيش في كوكب تاني، ما قالش عايز اعيش في زايد، ما قالش عايز اعيش في التجمع، لا هو فصل من الكوكب كله، قفل من الكوكب. حتى سميرة سعيد بتقول ايه؟ هوا هوا، الست مخنوقة مش طايقة نفسها، ما حدش طايق نفسه خالص يا جماعة. اتفرج على اعلانات الكومباوندات دلوقتي، كلها بتدعو للهروب من المجتمع. عايز تبعد عن الناس؟ مكانك عندنا في العزلة بارك. عايز تبعد عن ولادك ومراتك وتتجوز واحدة أصغر منك ب25 سنة؟ مستنيينك، فإحنا أغنية في هايتس. عايز ما تشوفش بني أدمين تاني وتعيش بقية حياتك مع سنجاب؟ احجز وحدتك الآن في أم الناس هيلز. محدش طايق حد يا جماعة، كله عايز يبعد. وفوق كل ده الفروق ما بيننا عمالة بتزيد. في الكام سنة اللي فاتوا الأغنياء بقوا أغنياء، والفقراء بقوا فقراء، وياسمين صبري حلاوتك. وياسمين لو بتتفرجي علينا دلوقتي، أيوه مشاعري حقيقية. بس بعيدا عن مشاعري، مهما الناس قالت إن إحنا بعدنا عن بعض واتغيرنا، أنا هقف وأقول لأ، كلنا واحد، كلنا ولاد تسعة، وكلنا بناكل وبنشرب وبنحب وبنكره، وبنفتح موبايلات الناس اللي بنحبهم ساعات عشان نشوف مجدي اللي معاهم في الشغل ده عايز ايه بالظبط. كانت مرة. مهما كنت غني او فقير، مهما حاولنا نعمل فروق ما بيننا، هفضل شايفها فروق سطحية. يعني مثلا لما حد يبقى غني بيندى مامته بيقول لها ايه؟ مامي. او ممكن يبقى غني كليشيه يقول لها ماما، او يقول لها باسمها عادي: غدا غدغود، عايز فلوس اشتري مخدرات وكحول. لو فلوسه قلت شوية هتلاقيه بيقول يا ماما عادي، فلات ما فيهاش أداء. فلوسك قلت شويتين هتدخل في سكة ياما أو يا حاجة، حتى لو مسيحية. اللي شافته في حياتها يديها لقب الحاجة. وفي الأول وفي الآخر كلهم أمهات، نفس الغريزة ونفس المشاعر، نفس رفعة الشبشب بغض النظر عن ماركته. ناس ممكن تقول في فرق في الأكل، بس أنا بشوف إن كل واحد، كلنا بناكل نفس الحيوانات ونفس الخضار. مهما حاولنا نعمل فروق ومنيوهات واسامي، كل واحد، بس ده بياكل فراخ بانيه، ده بياكل تشيكن بانيه، ده بياكل سكالوب، ده بياكل بوفتيك، ده بياكل سوشي، ده بياكل في نفسه.